يقول: هل من طال عمره من أشر الناس؟ طول العمر إذا كان على طاعة الله فهو خير، خيركم من طال عمره وحسن عمله، أما إذا كان طول العمر مع المعاصي فهذا شر على صاحبه. لا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم.